السلام عليكم. عيالي احييكم ويسعدني ان التقي معاكم في حلقه جديده من برنامجكم عيالنا. الحلقه هذه متميزه لانها بنقدمها من مدرسه الهدايه الخليفيه وبنتكلم عن التعليم النظامي في البحرين. تفضلوا. عيالي اليوم بنتكلم عن التعليم النظامي في البحرين ومدرسة الهداية الخليفية. طبعا في وين؟ في المحرق. أي واحد رايح على المطار شوف مدرسة الهداية الخليفية على يده اليسار لشمال المحرق بداية البستين. إلي الحين موجودة تقريبا، إلي الحين أثارها موجودة، والقرية التراثية اللي احنا فيها الحين عاملين نموذج مثل مدرسة الهداية الخليفية اللي انتوا الحين قاعدين على نفس الكراسي تقريبا اللي كانوا أجداركم يتعلمون في المدرسة هذه. بعد سنتين تقريبا افتتحت مدرسة خديجة الكبرى للبنات، وبدأت بعدين المدارس تفتح في كل مكان، لكن ما زال المطوع بعد مستمر خاصة في فصل الصيف. من اللي كان يدرس يعلم؟ منهم المعلمين، طبعا هم من البحرين، المعلمين يبونهم من مصر ويبونهم من لبنان من فلسطين من الأردن، وكانوا يدرسون كل المواد الموجودة، وكان المنهج الموجود منهج مصري، يعني كانت أعتقد ألف باء تاء مبي ببطة تتي تفاحة سعال ودجاجها، وهل المناهج الموجودة. حتى كنا أحيانا يعني نتعجب أو يعني نستغرب شغلات موجودة في المنهج ما لها علاقة فينا، لأن احنا في البحرين ما عندنا الشغلات هاي اللي نشوفها في مصر. ما شاء الله متقدمة في جميع المجالات. شلون يقبلون الولد أو البنت في المدرسة؟ مو كل الناس عندهم شهادة ميلاد، يعني الواحد يصير عمره 7 سنوات يقبلونه في المدرسة، لكن اللي ما عنده شهادة ميلاد شو يسوون له؟ دروسه هل كاملين ولا مو كاملين؟ وين الكاملين؟ يعني الدروس مو القواطع ولا مقدمة الأسنان، وراء يسمونها الرحى. إذا الرحى موجودة معناها هذه تكمل 7 سنوات. أو يقولون له طالع أو يود أو امسك أذونك بهالطريقة هذه، إذا طال أذونه قال هو لا هذا يزيد وصل 7 سنوات دخلوه في المدرسة. وهكذا المدرسين الأجانب، هم أجانب هم عرب طبعا ما قصروا، ويلا يعطيهم الصحة والعافية هالبلدان اللي ساعدونا في التعليم، وخاصة مصر وفلسطين والأردن وجميع الدول المجاورة ولبنان اللي كانوا متقدمين فيها. زين، كانوا حتى هم لابسين لباسنا، مدرسين يلبسون لباس الثوب والقطرة والعقام، واحنا لباس العادي مثل ما انتم شايفين الحين الثوب ويا القحفيه. انا لما خذوني في المدرسه كنت صغير في الصف الاول ابتدائي، طبعا ما قبلوني اول شيء، قالوا لا هذه صغير، مع انه واحد في سني مولود معاي دخلوه، حتى قبل في واسطات بعد. المهم دخل ثاني سنه عقبها. كانوا يدرسونا درسين فصحى، درسين فصحى، أو عقب سووا 3 دروس فصحى 3 دروس هدة، عقب سووها لنا 4 دروس ندرس ونروح نتغدى ونرجع ندرس حصتين. بس ما نجحت الطريقة، لأن ما نروح نتغدى ونرجع خلاص ثم ينترس البطن، تصير النودة في عيننا، ما عندنا يعني قابلية ولا قدرة نحن نواصل. كانوا في، أنا لما كنت أدرس مدرسة الحد كانت عندنا جنبنا جزيرة اسمها أم الشير والعزل، فيه بعض طلاب من هناك بس يجون في سفن صغيرة، وأحيانا في الشتاء في البرد كانوا يوصلون. مرة قالوا بينظمون أو بيوحدون الملابس حق الأولاد،
فدفعنا لهم اظن 22 12 روبية، سووا لنا شورت ازرق كحلي مع قميص بعد مثل الجينز اللون كحلي. سنه واحده بس ما نجحت العمليه، بس البنات كان لهم لباس موحد. اذا بنشوف هاللقطه من مدارس البنات في اول بنشوف ان عليهم لباس موحد. كانوا المدرسين شوي شوي بدأوا المدرسين البحرينيين يعني يتخرجون وبدأوا يدرسون. أنا عجبني مدرس كان يدرسنا اللغة الإنجليزية، بس عنده طريقة لتوصيل المعنى بطريقة حلوة. مثلا كان عنده جلاس، هاي الإنجليزي ها، وعندنا الحليب. إيه خل بتشوفون راح يسوي. صب الحليب في الجلاس. إحنا عنده 4 صفوف رابع مثلاً، فقال حق الصف الرابع ألف أنت بوشر تجيب حليب وتجيب بيضة وتجيب روتي خبز وتجيب جبن وتجيب سكين. دش المدرس. Good morning boys. Good morning sir. استرست. إحنا نطالع إيش بيسوي. اللي يقول This is the milk، حليب إنجليزي milk. الرابع ابتدائي كانوا يدرسون الإنجليزي بدايته. I am drinking the milk، ويشرب الحليب. احنا طوال احنا نضحك واحنا يعانين من الصبح في بعضنا حتى ما ترى يقوم. This is the cheese، بطل التشيز اللي هو الجبن. And this is the bread. I put the cheese and the bread. I am eating the bread. I am drinking. الله منكم. يأخذ البيضة بعد يكسرها ويكسرها قدامنا يحاريننا. لا يضحك. شوف استاذ يسوي يكسر البيضه، كسرها زين، شال القشور عنها. This is an egg، يقول لنا This is an egg. ندري ندري ان egg ندري انها بيضه يعني This is an egg. هذا هو يبرزها عشان عقب يمرمشها يعني. This is an egg. قشر البيضه، قشرها. يا سلام. ايش بيسوي الاستاذ الحين؟ عرفنا بياكل بياكل. I am eating the egg. خذها وقفت في بلعيم اللي يقول I am drinking the milk. زين ما قص كلنا عيوننا طالعة. عيالي القصد من الطريقة اللي أنا عرضتها لكم اليوم إن شلون المدرس يحاول يحبب المادة حق الطلاب. شفتوا انتوا احنا كلكم مستانسين، فما بالكم احنا ونشوفه هو يقشر ويسوي. يوم ثاني طبعا يروح حق الصف الرابع باء، شو الصامي يبون بعد نفس الشيء. يعني كل يوم يوم الثالث بعد وصى الرابع جيم ويابو بعد نفس الشيء. المهم طريقة التوصيل من المعلمين. ولما يونك معلمين بعد بحرينيين يحبونكم اكثر لان انتوا عيالهم، انتوا اخوانهم، انتوا اهل ديرتهم. وهذا ما ينقص من عمل المدرسين اللي كانوا يدرسونا، درسونا فعلا بجد واجتهاد لين وصلنا. لين وصلنا الصف الرابع الابتدائي اللي هو السادس الحين، طبعا اول عندنا شهاده اتمام الدراسه الابتدائيه، مثل الحين عندنا اتمام الدراسه الثانويه، مام الدراسة الجامعية، أول في مام الدراسة الابتدائية، كان لي رابع ابتدائي. يودونا كلنا في باص حق المصور، يصورنا صورة حق الشهادة. أنا برويكم صورتي حق الشهادة. هذه أنا صورتي وأنا في الصف السادس ابتدائي. هذه الصورة. هذه أنا. صغير في الصف السادس ابتدائي. شوفوا. لابس كرافتة حلوني ها، بس تحته مو قميص، تحته ثوب. الا اللي بصور يصور لي النص، ايش دراكم؟ تحته ثوب
والكرافتة، ياخذون هذه الصورة ويحطونها في الشهادة. بعدين عيالي ندش امتحان في الراديو يقرون اسامينا الناجحين. الناجحين من مدرسة الهداية الخليفية الصف الرابع الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي يعني السادس الحين، ويقولون اسامينا. الناجحين من مدرسة سترة الابتدائية للبنين، الناجحين من مدرسة سترة الابتدائية للبنات، الناجحين من مدرسة البنات هلم. واحنا واقفين عند الراديو نسمع مستانسين، نجحنا. يقومون يوزعون ذيك الساعة، ما في يعني مرطبات بارد، في بلا، يما شربت يوزعون، يما يوزعون نامليت، تول قرشة نامليت يبغونها مؤدين، مستانسين احنا. زين احنا مستانسين، ننتقل بعدين لمدرسة الإعدادية عدل، وبعدين خلص الإعدادية ونروح المدرسة الثانوية، وبعدين عندنا في الثانوية يعني قسم العام والقسم التجاري وقسم المعلمين. البحرين محتاجة حق معلمين أكثرين، ندخل في قسم المعلمين ويعطونا وإحنا ندرس في قسم المعلمين 75 روبية. 75 روبية يعني كم؟ 7 دينار ونص. 75 روبية اللي يعطونا إياها تشجيع لنا عشان ندخل قسم المعلمين، لأن محتاجين يكونون معلمين بحرينيين. وبالفعل اكثروا المعلمين البحرينيين وصاروا هم اللي يدرسون، وصار في يوم من الأيام عندنا فايض من المدرسين البحرينيين. حتى أنا لما كانوا الإمارات يأخذون عندنا مدرسين من البحرين عشان يدرسون في الإمارات، هاي السنة قبل 70، أنا سنة 70 خذوني من ضمن المدرسين اللي يدرسون في الإمارات كإعارة. كانت دفعتي أنا 150 مدرس، يعني كل سنة البحرين تبعث مدرسين إلى الدول الشقيقة اللي مثل الإمارات السعودية. فيعني إحنا كنا نروح ندرس ومستانسين من أهل الإمارات، لأن إحنا قريبين منهم، لهجتنا قريبة من لهجتهم، طبايعنا قريبة من طبايعهم، نحبهم وايد، قلبنا عليهم، فلذلك نجح التعليم في الإمارات. وكانوا يروحون أربع سنوات يدرسوا في الإمارات، عقب يرجعون ويطرشون دفعة ثانية. أنا حتى تميت هناك تقريبا 13 سنة في الإمارات، لأني كنت بس مو مدرس، كنت مدرس وحكم كرة وقائد كشافة وممثل في الإذاعة وممثل في التلفزيون وأقدم برامج الأطفال، فتميت هناك تقريبا 13 سنة. فإذا كانوا المعلمين البحرينيين مثال للمعلمين الملتزمين. هذه كانت قصة التعليم عندنا. طبعا تطورت حياة تعليمي في البحرين، وصارت عندنا الجامعات، أولاد وبنات وصاروا يدرسون برا على البحرين وداخل البحرين، وصارت هالنهضة اللي تشوفونها الحين. شوفوا أنتم الحين نفسكم، وشوفوا التقنية الموجودة، وشوفوا الأشياء اللي تعلمونها غير الأول، غير لما تعلموا أول على السبورة والطبشور. الحين تعلمون كله على أونلاين، وتعلمون على الكمبيوتر وشغلات حديثة، واحنا نواكب التعليم في العالم كله. اتمنى ان شاء الله على البحرين ان شاء الله التقدم والنجاح. عيالي الحين انا بغير لكم شويه
نبي نختبر معلوماتكم في الألغاز والأشياء القديمة. زين يقول لك بطبيع ما يجوز من طبعه، ما يجوز من طبعه، بطبيع ما يجوز من طبعه. نعم يعني الواحد يعني الحين واحد من كان هو صغير الكل تجي طبعه يسم لحين يمكن المنطبعه. يعني واحد كله مثلا كله طق اعصابه تك 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 يسوي هذا جداب الناس او تشد جداب الناس او يشرب يقول هذا طبعه كذي هو فما يجوز من طبعه. زين طبعه مو بزين كله سمه. زين الحين بسالك سؤال بسيط في كلمات يقول لك اشرب يقمه. شنو يقمه؟ يعني بالغ. خلي لا ارفع صبعك. شلون يقمه؟ نعم لورا بالغ. ها؟ لقمه. لا لا يقمه. يعني يقمه على شيء؟ ها؟ بلعه. بلعه؟ اي يعني هو اشرب راش في يعني ها؟ يقمه. زين اكل لقمه. اكل لقمه. اكل لقمه. ها ها تفضل. يعني اكل لقمه. شلون يعني؟ اكل شوي يعني اكل شوي شوي بس هل كبير اللقمه؟ لقمه اللي اعتقد اللقمه هاي يعني اخذ يدفع. زين شن هي؟ همزه. همزه؟ مو همزه يعني هاللون ذا الكل. لا كل بس همزه همزتين. شنو همزه؟ يعني واحد الحين عنده عيش ياخذ وبعدين يعصره وياكله. ها همزه يعني هاي طبقه هاللون يسمونه همزه. شو رايكم نروح نشوف لعبه شعبيه وعقب نرجع. لغز الصايم كم بيضة يقدر ياكل؟ خمس. خمس بيضات؟ ويو يوعان الحين صايم شلون مليون. ها صايم ما ياكل. صايم ما ياكل صبوا له حيوه. يا زين اي باب ما يقدر احد يفتحه؟ الباب المفتوح. الباب المفتوح. حيو حيو. زين عندنا حجرة فيها أربع زوايا كل زاوية فيها قطة وأمام كل قطة ثلاث قطط. كم قطة موجودين داخل الحجرة؟ فكروا فكروا فكروا. أربع زوايا قطة 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 كل واحد يدي. لا 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 مو كذي. ها ثنتين ثنتين لأن أربعة هما أربع زوايا كل قطوة قدامها ثلاث. زين كم قطة موقع؟ ثلاثة زائد واحد يساوي كم؟ أربع. وفيها أربع زوايا فأربعة ضارب أربعة يساوي 16. أنت قلت عدل بس في الأخير خربطها. إيه مضبوط كل كلامك لكن في الأخير ضربت في أربعة حفزت الأول والتالي. ها تفضل. يعني الحين في كل زاوية في قطة
زين وتجمع ثلاث قطن فجمعهم بيصير أربعة. في كل في الحجرة دي فيها أربع زوايا وكل قطن بتروح عند زاوية. يعني كم قطوة عندنا احنا في الحجرة؟ أربع قطوة. صح أيوه أربع قطوة. قطوة وجنها ثلاثة، قطوة وجنها ثلاثة، جنوة كلهم أربعة نفس ما تغيرون. واحد دخل مطعم يلس ياكل، عقب ما خلص يجي الجرسون ويحاسبه وخذه، قام اللي في المطعم وعطاه الجرسون يسمونه كرامية، أعطاه كم يعني فقير مسكين أعطاه بعد دينار أو نص دينار. اللي يقول الثاني حق اللي جالس شكرا يا حضرة الضابط. شو عرف انه هو ضابط؟ ها من يعرف؟ شلون قال له شكرا يا حضرة الضابط؟ شو عرف انه هو ضابط؟ انت اللي في الاخير اوقف. لابس بدلة ضابط. لانه لابس بدلة ضابط حيو. الحين انا بقول الشيء اللي بيعرف يقوله شاطر. بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم. تفضل. هل بطتنا بطت اي حلوه بس دبتكم هذه شويه. حيو 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 الضحكه شويه والمس وتغيير الجو ومساء كل معلومات وغيره نضحك شويه. هذه كانت اخر فقره عندنا في برنامجنا اليوم، ان شاء الله نلتقي معاكم في حلقه ثانيه. الى اللقاء ومع السلامه.